السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي شفنا هاد الأيام التليفون الأسطورة والهاتف الحديدي 3310 نوكيا اللي رجع للسوق، ولكن بشكل عصري غادي يبقى بنفس الاسم 3310 كيف كنشوفو في لي زيماج هنايا. و 3310 اللي غادي تكون فيه الشاشة كافيجيا 2.4 بوس والكاميرا 2 ميجا بيكسل، وغتكون فيه بلاصه الميكرو اس دي، دو كارت سيم، غادي يكونوا فيه دو فيرسون، سيم وحده ودو كارت سيم، والفيرسون جديده خفيفه واصغر حجم من الاولى. وبالنسبه للالوان كيف شفنا هنا، فيه الصفر الاحمر والرمادي الكري والزرق داكن. والميزه الواعره اللي كاينه في 3310 الباتري يقدر يوصل حتى ل 31 يوم و 22 ساعه من المكالمات متواصله. هما لي زيماج ديالو 3310 اللي غادي يدخل السوق بواحد تقريبا 45 اورو. ودارو حتى الميزاجور اللعبة ديال سناك، فكرونا في الايام زمان ايام 3310. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتبارطاجيو الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.